انا اللي انا عايز اقوله هنا بس ليكم في مصر وانتوا بتسمعونا، الحكومه بتشتغل والله ليل ونهار عشان معدلات النمو اللي احنا كنا بنحلم بيها واللي تاثرت كثيرا بالظروف اللي احنا فيها ديت، احنا مصرين على ان احنا نشتغل بنفس المعدلات ويمكن زياده. بس انتوا لازم تبقوا معانا وتساعدوا معانا في الامر ده. وانا بقول الكلام ده لان يعني جات لي شكوى في الكوبري بتاع العروبه يا ايهاب. ايوه فقالوا لي يعني ايه خلي الناس ما تبطل شغل بالليل. قالوا لي خلي الناس ايه؟ ايوه فهمت. انا بتكلم جد والله. تمام. قلت لهم والله العظيم الدق في دماغي ال 24 ساعه بس انا مش هبطل. الحمد لله. الكوبري ده المقاولين المهندس محسن قال لك طب هو بيقول لي اعمل بسرعه، طب انا هخليه يتبسط يعني. على كل حال ساعدونا بان احنا لما نقول مفيش بناء من غير ترخيص وما نتجاوز نحافظ على كده. بالمناسبه الرخصه ده عقد بين صاحب العقار اللي بيبني وبين الدوله. عقد يعني ايه؟ يعني التزام. انت بتقول لي انا حابني 4 ادوار تبنيهم 10 ليه؟ بتقول لي انا حابني 4 ادوار وتحت منهم جراج تستخدمش الجراج ليه؟ ده عقد لازم تنفذ بنود العقد عشان اولا يعني عشان مصلحتنا، عشان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده احنا كل ده كنا بنحاول نحل مسائل في العاصمه القديمه عشان ما يتقالش ان الدوله هتروح العاصمه الجديده وتسيب الناس في مصر او في القاهره وبرضه الاسكندريه الجديده وتسيب الناس في اسكندريه. لا لا، كل الناس في مصر دول في رقبتنا، نعمل في كل حته اللي ربنا يقدرنا عليه.